بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا الشيخ صادق وأن يرزقه الصحة والعافية ويبارك في عمره وعلمه وعمله. هذه فرصة طيبة حقيقة، رغم مشاغل الشيخ الكثيرة. أنا كان في بالي هذا الطلب، يعني سبقني به أكثر من أخ الشيخ محمود العوامي وأعتقد أحد المشايخ التانيين. نريد أن ننتهز هذه الفرصة شيخ لتوجه لنا يعني نصائح مركزة ومختصرة، أهم نصيحتين أو ثلاثة لنا كباحثين أو طلاب علم أو دعاة أو يعني نتعامل مع الناس في قضايا مختلفة في الشأن العام أو في الشؤون الاجتماعية وغيرها. نتمنى من واقع علمك وخبرتك وتجاربك أن تلخص لنا مزيدا من التوجيهات والنصائح التي تفيدنا في فيما نقوم به. بارك الله فيك. أنتم مش نقصكم التوجيه، الله يجزيكم خير وبارك فيكم، لكنه من باب المذاكرة وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا أتذكر وأنتم تتذكرون، ولكم الفضل العظيم ومكانتكم معروفة وخيركم على الناس واضح. ومن الأشياء اللي هي أيضا ينبغي أن يعتني بها يعني من توجهت همته إلى العلم، وأن يكون فيه نافعا لنفسه وللمسلمين، هو دراسة سير العلماء. سير العلماء هذه نافعة للإنسان في كل أطوار عمره، وهو في سن الطلب، وهو في سن المشيخة، وهو في أواخر أيامه. كل ما تدرس سير العلماء كل ما ترتفع همة الإنسان. همة الإنسان في الإخلاص وفي النصح وفي طلب العلم، وأيضا في استثمار العلم والاستفادة منه. العلم وحده لا ينفع، نحن العلم إذا لم يكن معه عمل ومعه الصدق بحيث تؤدي رسالة العالم مطلوبة منه، هو يعني وجوده وعدمه سواء. أن القرآن كثيرا يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هم في لي يعلم رو توفي يوصل حتى للذرة، عالم حتى بالذرة، لكن علم غير نافع، علم ما ينفعش. فالعلم لما يكون نافع ويكون استوفى شروطه الشرعية، هذا هو العلم الذي يرجع على أهله بالخير وبالبركة. فدراسة يعني سير الناس والتعلم منهم من سمتهم ومن تصرفاتهم ومن سلوكهم، هذا شيء غاية في الأهمية لكل من يريد الازدياد من الخير. كان السلف كان عندهم رحلة خاصة مش بالسماع، رحلة خاصة بمشاهدة السمت، سمت العلماء ونقل سلوكهم وعملهم، يعني كيف ينظرون وكيف يتكلمون وكيف يسكتون. وزي ما يقول يحيى ابن يحيى النيسابوري شيخ الإمام مسلم، قال رحلت إلى مالك لسماع الموطأ، وبعد أن أكملت سماع الموطأ مكثت عنده عاما كاملا أتعلم من سمته وخلقه وأدبه في صمته وفي كلامه وفي مدخله وفي مخرجه وفي أخذه وفي عطائه. بقي سنة، يعني هذه رحلة لنقل السمت. لا يقل عندهم نقل السمت والأدب والخلق، لا يقل هذا عن نقلهم للمسائل، لا يقل أهمية. الشيخ الجد رحمة الله عليه كان عنده شيء من هذا، يعني
كان الصمد في سلوكه وفي عمله هو القدوة لكل من يعيش معه وكل من يرافقه. فمثلا إذا جلسته تعرف منا أوصاف هي أبلغ من الكلام. نحن نعرف أن الغيبة حرام وفيها قرآن ونعرف التحذير منها، لكن إذا جلسته تشعر بأن هذا الأمر لا يمكن للمسلم أن يقبله. كان الرجل سهلا سمحا يسيرا في أمره، غير لا يتكلف، لكن إذا ذكر أحد عنده وهو غائب يتغير لونه ويغضب ويصير غير الرجل الأول، ولا يرضى حتى لو كان صاحب المقال مهما كان صديقه مهما كان به علاقة، حتى ولو كان ذكره لو كان ذكره للشخص الآخر يعني له وجهة نظر، هو لا يقبل هذا. حتى الغيبة التي يبيحها العلماء أحيانا بالشروط المذكورة هو يحتاط فيها لنفسه ولا يسمح فيها لأحد. وأعطيكم مثالا، كنا ذات مرة في الحج، كنت معه في الحج، وكان عنده صديق من تجار سوق الذهب يتردد علينا من حين لآخر في مكان إقامتنا في مكة. جاء يوما في القيلولة الشيخ مستلقي، جاء غاضبا هذا الرجل تاجر، وقال لي يعني الناس هذول اللي من المنطقة الفلانية نسمعهم مفارقة ولا كذا، هذول شداد غلاظ حتى تنصحهم ما يسموش حتى كذا، شو يعني ضايقوه في الطواف وأصابه ما أصابه منهم. خلاه الشيخ رحمة الله عليه هدر للآية، وبعدين اجلس، كان مستلقي اجلس، قال له أنت لما كنت تقدم في النصيحة ليهم هل كنت تتملق لهم زي ما كنت تتملق لمن يأتيك في دكان الذهب وتريد أن تبيع له البضاعة، ولا كنت تغضب لنفسك وللدنيا زي ما تتكلم فيها؟ الرجل يعني انطفأ،